احتفلت الجالية المغربية المقيمة بسويسرا اليوم بعيد الأضحى المبارك الذي يعد أحد أهم شعائر الدين الإسلامي في أجواء مختلفة عن تلك التي يعيشونها بالمغرب. ورغم تواجدها بديار المجر، تسعى الجالية المغربية على المحافظة على التقاليد والعادات المغربية خلال هذا اليوم. هنا الأجواء في سويسرا ماشي بحال في المغرب، هنا ما كايناش العائلة ديالك، كاين بوحدك، كاين اللي مزوج بمرة ماشي إسلامية، ما كاينش فين يذبح. مازال في المغرب في حاجة أخرى، كاين العائلات، كانت فين تذبح. الجو ماشي بحال هنا، الجو سخون في المغرب، زعما العائلة تذبح شوية رمت. هنا زعما خصك زعما تلقى البلايص فين تقدر تذبح، وزعما واللي كيجمعنا حنا هو هذا الجامع هذا. وتحرص الجالية المغربية على إحياء سنة عيد الأضحى، وعلى رأسها سنة ذبح الأضاحي على الطريقة الإسلامية، غير أن هذا الأمر يعد تحديا تواجهه الجالية المسلمة كل سنة، إذ أن القوانين السويسرية تجرم الذبح خارج إطار المجازر المرخص لها، بل أنها تفرض غرامات مالية تتجاوز 50 مليون سنتيم في حالة مخالفة تلك القوانين. كعايشين عاديين، ويوم عيد الأضحى كيدوز عادي، وحتى من قبل يعني الأيام اللي من قبل ولا التحضيرات عادي، ما كنديروا حتى شي حاجة. وأنا شخصيا عندي 13 عام هنايا، ما عمري ما احتفلت بعيد الأضحى، يعني في هاد العامين التالية عاد شوية، يعني حيت من خلال التعارف ديالي تعرفت على عرب مسلمين ومغاربة، يعني عاد بدينا شويه، يعني كتكون غير داك التهانئ ما بيناتنا. ولكن كعيد اضحى يعني الاجواء ديال عيد الاضحى بحال اللي عندنا في المغرب وفي باقي الدول العربيه ما عندناش. وامام هذا المنع يلجا افراد الجاليه المغربيه الى شراء الاضاحي مذبوحه ومسلوخه من فرنسا والمانيا، الاقل تشددا في هذا الامر، او من خلال بعض الجزارين، وهو ما يؤدي في كثير من الاحيان الى الاخلال باركان وشروط الاضحيه. الاضحيه اش غادي نقول لك، ماشي بحال فرنسا ولا بحال بلجيكا ولا بحال هولندا ولا بحال طاليان، مازال طاليان شويه هنا مزير عندنا، ما نقدوش نذبحوا تضحيه. حنا مأسفين بزاف، كنت اسفوا باش حنا نذبحوا تضحيه، ولكن القانون السويسري هنا كيمنعنا باش غادي تمشي تجيب شي كبش وغادي تذبحوا بلا قانونيا، غادي يقولوا دايرين معاك مسائل قانونيه وما فينا ما نسقسقوا مع السويسريين. الحمد لله كنجيو غادي نصليو، ولكن شي قطبان من عند تركيا نشريهم وناكلهم مع الحباب ونضحكوا وسميتو. وكلما صادف عيد الأضحى يوم عمل هنا في سويسرا، فإن الاحتفال به يكون غير ممكنا، لكون السلطات السويسرية لا تعتمد يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر يوم عطلة، إذا فإن الكثيرين من المسلمين يضطرون لأداء صلاة العيد والعودة إلى أماكن عملهم أو إلى مقاعد الدراسة. وبصح المشكل اللي نعيشه حنا كمسلمين عامة وخاصة المغاربة، بأن السلطات السويسرية ما تتعطرش يعني بالأعياد الدينية، هذا مشكل بصراحة قديم. مادام هناك ما كانش اعتراف بالديانة الإسلامية كديانة رسمية، تنعانيو دائما هذا المشكل، وهذا نخلو حنا الجو راسنا دائما بوحدنا. بصراحة هذا مشكل، وهو السلطات ويعني المسؤولين المسلمين الحمد لله واللي تيهتموا بهذا الأمر، ها هما حيز باش يحلوا هذا المشكل ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله قريبا يكون ان شاء الله خير مع الله سبحانه وتعالى. تحرص الجالية المغربية المقيمة بسويسرا على المحافظة على الشعائر الدينية رغم ابتعادها عن الوطن الأم، إلا أن صعوبات كثيرة تنغص عليها فرحتها بعيد الأضحى المبارك، خاصة ما يتعلق منها بسنن ذبح الأضاحي، ومنها ما يتعلق بعدم الاعتراف بأعياد المسلمين كعطل رسمية. لقناة مغاربة العالم، الغالي محمد رشاجدة، دي تيكون.